يلا بسرعة شباب. ارفعوا ايديكم وانزلوا من السيارة. وقف عندك ولا حركة. انزل بسرعة. يلا انزل. انزلوا من السيارة. انزل من السيارة. متحسوا فيه. عندي لشوي. يلا اتحرك. نزل المرة كمان. تفضلي معنا اذا بتريد. يلا امشي. متحسوا. تعي معنا. فوتوهم لجوا يلا. تعي. لا تخاف يا حياة. فوت لجوا. عصمت المعلم انمسك. تصرف. شو عم تقول؟ ليكون كذب. وصلتني رسالة. فرقوا فورا. وإذا ما أجاك خبر مني اوعى حدا يظهر. طيب ماشي. واقف على اليمين. شوفي. رح نفترق. كيف؟ حاج تحكي ونزيل. اسمع. خبر رجال. ماشي؟ ماشي. قلن يسكروا البيت ويتخبوا. وانتوا تخبوا بأي مكان. واستنوا خبر مني. ماشي معلم. يلا يا سبع. يا معلم عصمت. وانت لا تبين بنوب. واذا صار شيء قول لهم ما بعرفه. طيب انا شو اعمل؟ بس قل لي. ما تساوي شيء بس دير بالك. بس انا ما زال براسه كل هالبلاوي، ليش عم يركض ورا ميرنا؟ بحبها بابا وعنده استعداد يموت كرمالها. هو اصلا طلع ميت. الله يحمي. ما عم صدق. كذاب. الله بيعرف شو مرتكب جرائم. خليل مظلوم وانا واثق فيه. وانا بعرف انه دافع عن ميرنا وضحى بروحه كرمالها. مستحيل ابدا يكون كذاب. أستغفر الله العظيم. أنا متأكد أنه رح يثبت براءته ورح يثبت أنه عايش وما رح يتخلى عن ميرنا أبدا. يا رب. هو قصته كتير مخربطة. خليه رح يحل. لا تهتم. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. خليل. لا تطلع هيك. تمام. اقعد خليل. كنت مستغرب كيف لقوني. نسيت انه احد هواياتك المفضلة انك تعطي العناوين للعالم. هالموضوع مشان مصلحتك. ما بدي منك اي شيء بنوب. خليل اهدى شوي. زينب ساعدتنا كتير من شانك وبفضلة عرفنا معلومات كتير مهمة عن انتحار ابوها. وهالمعلومات لصالحك. المشاكل اللي انت واقع فيها كلها رح تنحل. رح اتوكل للدفاع عنك. رح نحل كل شيء. ليكي منك مو مستني شيء ينحل بالمرة. ماشي؟ حتى ما بدي شوفك حوالي بنوب. فهمتي؟ مو حابب شوفك. ما عطيت لحدا عنوان ميرنا. خليل كيف بتصدق؟ برأيك أنا بقدر أعمل هيك شيء؟ فهمني. أنا بعرف أنك بتحبها. مستحيل تعيش بلاها. زينب بكفي.
مو معقول. مو أنا، بحلف يمين إنه مو أنا. مين لكان؟ شو بيعرفني؟ يمكن عمو مدحت يلي عاملها، مخلي شي وحدة تتصل يعني. هاشتك بلا تخبيص. ليلتك أنت لوحدك مع ميرنا، وميرنا اتصلت من تليفونك أنت، ومن وين هو جاب الرقم؟ ما كنا لحالنا، كانوا حراس عمو مدحت كمان، بلكي سمعوا ميرنا عم تحكي. لسه مو مصدق. صدقني خليل، كله من مدحت. طالعين سياحة. شو بدكم منا ولا شو جبتونا لهون؟ بعدين بتعرف. اسمعني حضرة الضابط، انت تعديت حدودك وراح اشتكي عليك. طول بالك. مستحيل احكي، ما بسلمكن ابني. طيب شفت مين عنا؟ لا تواخذني، معليش انا متضايق شوي، بس بخاف عليه، سلامته عندي بالدنيا كلها. خليل ماله زعل، هو ضحية أحمد سمار. لا تواخذيني زين، مضطر أحكي هالحكي مشان بري خليل. تفضل، في جوا زملائنا مستعدين يسمعوا. شرف. لهلأ عم يتهموا لبابا، مو معقول. إذا بتسمحي لنا بقى لازم أحكي مع خليل. طبعاً. كتير ساعدتينا، شكراً لك، رح أرجع أشوفه. رح ساعدك. كل شي رح ينتهي. باي هلأ خليل. بدي أحكي تليفون. مو هلأ، لازم أتصل على المشفى لو سمحت. بالأول بنحكي. كتير ناجحة وهي منيحة. طمن. نشكر الله ونحمده. وزاهر ابني كيفه؟ لسه عملية ابنك زاهر ما خلصت، بس لحد هلأ ما في ولا مشكلة، بإذن الله كل شيء منيح. أنا ستهم دكتورة، عن جد رح يكونوا مناح إذا ما صار تداخلات. نحن هلأ عم نستنى، رح يتعافوا بإذن الله إن شاء الله. فينا نفوت لعندها؟ طبعا، الحمد لله على سلامتهم. يسلموا إيديك، يسلموا إيديكم كلكم. الله يرضى عليكم. يعني خلاص نقدر نفوت؟ بس مو كلكم مع بعض. فوتي، يلا فوتي. فوت بابا.